بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بينار تلفزيون خبير جاركادي أم جهشنا برنامج خوا برنامج حفزرين هكا خود حسكتن أبي خلاكي أزو سيدا كيفي إن شاء الله ده بسيارة سركن سر مشاغبين أري مشاغبين چتشتا جرنجيا مشاغبين چتشتا مشاغبين أري نوكا مشاغبين هيا آنينة وجرنجياوي بو ميجوا ما وبو خاندني وبو اف سنيرد نوكا و جير نوكا يعني تشتكي جيب زانن كاش كيفا هاتا و گرنگيا خود افروكا بوما گلا گلا كفرا ام تشتكي جيب زانن و ام زانن جمشاغبين گلا گلا كي كفنا يعني هكا تسحكي مشاغبين امروفا و چند جارايت رابن هندكش ترسي و هندكش برسي بالي بايا خلاكا افروكا ام سحكني سر مشاغبين يا جرينك يا پیغمبر عليه الصلاة والسلام مش مكة هبو مدينة سيدات قال بخير هاتي أري بس بكات مشاغبين چتشتا يعني خدشتا رازي بيت خدي خيرا تمازن كان موفي برنامه بله ناو خدايا مازن دلوان سيدة عزيز مشاغبين وكي يا ديار مصطلح دعوي دا ويشرعي دا تو العرض كفري بچي جهكي يمجين عرض اسلام اسلام بله اصل دوكي كچو پیغمبر اسلام خد سر من دست بك يعني اسلامي افكارها انجام داي المكه بمدينه البيره هروصا هجرته عام يا هي فيغا في احتمال ان قال اجاره بس تفاصيل ان شاء الله دي بس كاين اباكو انسان وقتي برا خد دي جيانوي يا لواز بو يا بهز بو امنيت نمايا جهكي نخوشيان حتى سكننا اوه دیب جه هکی بار که چیتن جه هکی دی که جیانوی خوشتر بیدن باشتر بیدن و با کردی یا هجرته سیده هکی ام بین سحکنی اری وقتی پیغمبر علیه الصلاة و السلام شمکه چوی مدینه هندک کار المدینه کر بین آن همه حوصا چو هندک هنار بین بری هنگه هندکا یعنی باوری بدعوابی هبی اجبری ام زانج بری مدینه هندک مشغ بین بو حبشی پشت هنگه یعنی پیغمبر علیه الصلاة والسلام تمکین کرد بی حتی تکوین کتن آنجک افتشتت هنی هبین آن نه بله طبعا ام زانین ویتن مروف مسلمان هر گاوکا تشتی که حسا به ترویدان جیانا ویدا ویت راس هم بچیتن عبر و دروسا جیانا پیغمبری صلاة والسلام بن ورگریتن پیغمبری صلاة والسلام بن گلک نخوشی دید دست کافر آدا دست بی که احتمال وکی بری اشتا امر مامی امر خودی بکتن یه مرتاح بو کسک نتویر یا نزیگ بیدن بس پشتی وفاتا ماموی و هفجینوی خدیجای طبعا او سالا کرد سالا خما برهند الویره گلک ازیت هات نکردن بس بری وی چنده پیغمبری صلوات خودستان برا خود دای جیانا صحابیا یاد مطرسی دا یعنی اجرتا ای که مختبو حبشه مشاغبونا ای که بو حبشه بو سالا پینجه هجری بو طبعا او بو دا جیانا بسلمانا پارزیدن بس اف هجرتا کو امبیجین ام بحثت کین یا کو امبیجین اوا یا هندی بو پیغمبری صلوات خدای سر بن نبس جیانا حوالت خو پاریزیت نخیر اوا ادویا بنستری اسلام دامازرینیدن الویرا پیغمبری صلوات خدای سر بن چند کارک انجام دان بری افتشتا چی بیدن احتمالا اما کسای بیشتن اوا فراغ وچو نخیر وكي كاچاوا بهيفياتي پیغمبر نگرت صلوات خود السر بن لا للياس همي گاوا مروه به سلمان ويت و صابيتن مروه يعني بيجي جيرمن يا عاقل اي و صابيتن چه جارا بهيوي نبيتن جيانه وي گاوا من دكي تين راستي جيانه دا يي بهيوي بو بو مثال احتمال اول وي سر دم يعني هندك بيجن گوري نا كه نه كردستان كردستان نه تا گوري بله ام بيجي نوي كاچاوا پیغمبري صلوات خود السر بن مكه نخوشی گشتنی، ازیت گشتنی، مروه توی، مامه توی، کس و کار توی، همی دیجی وی راستان اوه هنی چو طایفه نخوشی پتر بود چه کرن، خلک طایفه، احتمال ایش و آزار گهاتنی، نخوشی گهانده خیم، دست و جاوه توی دا اینا خاره بس پیغمبری صلوات خود سر من بهیوی نبو اوان موسم حجی، وقتی خلکی که قصد مکیهت کر، پیغمبر صلوات خود سر من بهیویاتی نگر حتی بیشم پازده قبیلاشوانا رفض کرد همین دیا خدمت آقای پیغمبری صلوات. پیغمبری صلوات خود سبب برداوم چو بر سینگ خلق که دعوا واند کرد کی دم بات ناف قوم خدا. حتی انصاریا او سخز رجا پیغمبر صلوات خود سبب ورگردی او سینگ خبو وکری و مدینه منور و باجره و گفه پیغمبر صلوات خود سبب وری وفات کری و مایل وری پیغمبر صلوات خود سبب
أبي تقبل كدو عقبة دو عقبة إيكي وعقبة دو إيكي يعني جبيلنا كن رولي مصعب بن عمار يجي بلي طبعا منياز دو أفي صحبة دي كم أتبير دم بلي يا بيغمبري صلى الله عليه وسلم في عقبة هني عقبة إيكي ويا دو إيكي صحبة تهوتا كرن يا إيكي دا مصعب چلي كرفري كرجل وانكو أو بتر تهيئة في ربه تكرن ودعوة ريكا خودي بكتن وكيان بيجين جهكي باقش الصالح بوها أبي دولتها به تدام مزراندن وهجرتها في جهانه به تكلم. سيدام صحكني جلك يعني صحابي وجلك تضحياب أبهندك بجوها كانوا كا أز مثلا إيك بيشتها فالي خاتو دي إيه شينا من بس تدي إيه كشتني أز در كابم لصد هجت أبو خيرته شو شم شينا أز بيم كشتني بلي. يعني صحكا تضحيا علي بيشتينجي تضحيا أبو بكر يعني يا صهيبي يا فون صحابية هني أكيد أم سلمة وأبو سلمة في تاني بحصاه أكيد بحصاه إن تضحية فون صحابية طبعا تضحية أم بيجن يعني بيغمبر صلاة خدي السر من وكي يا ديار بيغمبر شخصك بو جلك حشمة كهت كير حتى وكي وقت أو أبو بكر ديري ما كهت بن سلم اللي خد زفري ناف جافت وي نبرات يعني ديت ناوي بو مكهر وان كاتشاوه ديت انتخاري بو عشقه والله ديت بلعه حاجه كرنينة وتزفري في بايفيت بيجتن افعر ذهني نينة بيجتن شرين تن قشت في ترين عرض الدفمن بلعه والدف خوديجي بس اكي خلقه تأس نداري خصباما اس ندار كدم في جاوي برخادته هالوصا وكي ياديار ابو سلمة و امو سلمة بيتاني وكي دو بيديبونا دو بنامال بونا هفجيني بيتجالي كينابو يعني وقتي كار كري يعني جنكويت بيجتن أم سلمة بيجتن وقتي ما قصد كري دادشين مروفت مروفت ويهاتن برسين جيويجر يزالامي جير قلت دي كيف بي تو أم دهيلين بس قبلنا كان جنكويتو هر جهة كي هبيت بي جنك جستان وكرويج جستان برخد الفيرا وقتي جستان دي أبي كاسي هني طبعا قصد كير چو مروفت زالامي هاتن چي كير او بچی که هنی گود اوه یمه یه اجوه به نمالادیستان کشان اوی ویا یاوی دستوی کوری جهاد داری برا خواد الویره کور بخابر ظلام چو مدینه جنک ما دست توان دا سالا که بیشت اوه جنکا هنی سالا که درست بز گیری حتی دلیوان ما پیوه پیگ و گهش نویدی صحیب رومی خودش راضی بیتن اوه کسه که یه غریب المکیه وانا غريب المكيه بس يرختي هاتي قوتي يعني قريش هذا على اساس سجلتك يا داتشيتن قوتي دي كيف هاتشي وقت تواتي دفمت انسانك يريد بويتو انسانك يسالو بر بويتو توي فقير وهجار بوي ابي مال هدي چوابي صاحب چي قوتي قوتي اگر اس ابي مال هات تسليمي هوا بكم او بو هوا بيتن ديريكم وكان قوتي او مال حمي تسليم كان برندي پیغمبر صلى الله عليه وسلم صحبات جاشتي قوتي ربح البيع أبو يحيى أبو يحيى أن ربح صهيب صهيب ربح كما ظن دس خوائنا أبو تبحس كري احتمال إمام علي خدي جرازي بيتن هفالينية وفيان وحاجي كرين بو پیغمبر صلاة خدي السربن شنك أم في قافت بيني أجر أف كسي هني هو صح حاجي كرين بو پیغمبر هبي صلاة خدي السربن و پیغمبر جيبوان حبيتن بس پیغمبر صد صد ظاني نكو أوا وكي في غاوي بربرسيد في غاوي احتمالا لكور فقير وجاري دنا برسينغ خو او ظن صادصات دي تا كشتني ورندي وليد كان بس پیغمبر صلوات الله خدي سربن صادصات زاني چل امام علي نهايت هكر زاني با ازيت او يدا بيتن پیغمبري ونت كر سيدا گلك بيجن مانا يعني صحكي مانا علي جك هر امانته وان قريشي وان مشتكل ده پیغمبري بي يعني علي ما دا إمانتي فهم بتتي ولا تو يعني صحكة عقلياتي تباوري بينينا وتو يقشناويت كي بلي بات إمانتي داية يعني الصادق الإمانتي من البلال دفتبت أو إيك خالد صحكة خالد يد إيك تسليم إمانتي يادوي خالة كو بذكرنا أوان أفيري كهنة يا في هجرتها هنة مشاق بينها هنة كو أو نظان احتمالها هزر كان اوانا و چنده یه پیلانا داد رژن دی چاوه پیغمبریش ناف ده علیه الصلاة و السلام بله چاوه دی پیغمبریش ناف بن و ناهیلن نویل پیغمبر صلافت خود السر بن رب العالمین ها گدار کر نمین الجه خواه تمام پیغمبر صلافت خود السر بن اوه امر خوده اگر
اگر رب العالمین نشان دابا و نگود بایه احتمال افدا دا ضرر کن با ضرر نایت ایلا کرن رب العالمین ازنا رب العالمین بیره اف کاری هات انجام دان پیغمبر صلوات خود سر بل بحثا خوالک دیا گلک گرم کن یعنی تو صح که گلک جارا مروف ده بیهیوی بده بیهیوی ده ما پیدا بدن بلی با صح که یعنی سر و چنده را یعنی گلک یعنی سیرت خوین نسح کنه بیدی وقتی پیغمبر مشخ بی و سراقه دیف کتی و تا سراقه تو چد بیجی یعنی تو بازنگیت کس را بی دستی خواه حکا ای کدی صح کتی ای باشا تو یت روی مشرکی دیفتت کبن و تا چتش نینه ای سرا کس را کی و وی حیددانا وی قوتا نوکا و حج کتو نوکا بیجی ای که از دی مال ترامی دیگه هتا تا کرو چد بیجی یعنی صح که دیدنا وی بو مستقبلی بو اسلامی و نبی هیوی بی او درس که نشامت که ام بی هیوی نبن هکا باشا رو جامعه یعنی افروکا نخوش وکید بیجن هکا افروک این مع العسر یوسا که افروکا نخوشی بد صباحی ده خوشی بله بالفعل طبعا پیغمبری صلاة الله علیه وسلم ما بود چه اوه ما گود لا لیل یأس یعنی بی هیویاتی ندگرد پیغمبری زانی اوه یه اویدیه که خطه که یادانای پیلانه و کم بیشتیم پلانه که یادانای پیغمبری صلوات خود سر بند بو دولت بونه بو دامزراندن و دولتی اوی نه وقتی منی تا راستایی برای خود دتا مکهه نه برای خود دتا روند کاتی نیتا خاره یعنی دی زفری تا وکی کاچاوه رب العالمین بحثی وی چندید کتن حتی پیغمبری صلوات خود سر بند وکی گوتی والذی يعني آياتك قرآن يد بجيتنا أفاك رب العالمين راستي بتأينا خارق قرآن وصدق به بحس أبو بكر كو بوري بيناي بوري بيناي وكي ابن عباس بجيتن كو بحس كيا بحس أبو بكر خدش راضي بيتن إذا الفراء بوري إنان بفي بديا هني كو رب العالمين دي جارك هذه بيغمبر خاص الله بتخدي السر بن شركات زفرين تفا مكيفا پیغمبری او وی وی دینه شو کو دی مینی تل مدینه نه خیر زانیتن کو او دی جاره کا دی زوری تا واری خو پیروز لویرا پیغمبری صلوات خود سر بن اف پلانا هنی دانا برین دید بیشت از سراقه ما تنویتن از بازنیت کسرا که مدستیتا او تا جاویدان مسر سریتا یعنی دی او بی او دی هیتا کرن بس سرکیش دمی دمویه آنی دم ابو بکر آنی امام عمر خودش راضی بیده دم امام عمر بله بز الویره هیویاتی یا مسلمان همی گاوا ابرو که از بیشم هر مروه که خودان خیرت مروه که خودان وجدان مروه که عقل که یه پاقش هبیدن به امید نبه چون که اوار بالعالم بس چه تشتی سر ما واجبه او واجبه سر ما ام کاری انجام ده ام کاری خواه بکن ابرو که برانبری ظلمه برانبری تعدایه برانبری بی دینی برانبری بی اخلاقی برانبری افتش لیوی گاوه بی ماف برینه ابرو که یه مافتت تخارن ابرو که تو دبینی یعنی صور و صور یه تشتید قلب پینی دل ابرو که گلک صحبت تینه کرن احتمالا برینو که حزب دست حالات گوتی عراق نزا چه تشته دادگاه عراقی دادگاه که فاشسته سر نظام بری بعثیات چیدن ویگاوی چن بین پیروسترین جهه انا زانم یعنی دائما تقلبات کبن تاخذ نوان برا خاطر فينا بس فينا بلا باش امزانين ام باش امزانين بس ما هي في اوميت هبن وامشين ابي وقتها ابي جهها ابي كاري هني بس بيد في ام بلان بوداني ليچاوا هي في اوميت خاطرنا برند پیغمبري صلوات خود سر بن نه ما هو صدر كتشو سر بلون يعني ايك تشتغل لو بيشتني يعني هجرات او بيغمبري بيا او بحيشترا حتى اش مكي تشو مدينه يعني بوما درت كفت كو حكي مثلا نكات صحكي حادثه اسراء والمعراج انا درس ما بس حكيت خلال الشبكه ده بر قدس وبر عسمانه وإيناد اي باشا باني قدس ديرترا وباني عسمان هيج ديرترا اي باشا شياب مثلا اللحظة كده بيغمبري خواب بدنا عسمان وبين ماني اف خداي هني اف يعني قدرات هاي الشياب بيغمبري ابو بكر في اللحظة ده ببتنا مدينة بلي بالفعل بس اف نخوشي الديتين و اف بيلان الديناتين دا افروكا هندك نبيجن
بامانه او پیغمبر بی نخواشی ندید بود بوتات بود هات کرنی رب العالمین پشتوان العالمین پشتوان بله بر طبعا او جهر ایک شوا خالا ابرو که باش امزانی پیغمبری صلی الله علیه و سلم بو مواصا دیار کر دی چاو دست پیکی وقت ابو بکر محاوله کری يعني پیغمبر اسلام قسم گوت امر ما هات کرن جه کات دست نشان کرن بحث مدینه کرد ابو بکر لس کرد گوت خیر یا ابو بکر تو لزید کی در تو در کوی بنا خفرك اختي قلت بنا خفرك يا رسول الله متع حواليني الصحبه با حواليني پیغمبري قلت بلي او رابو چكر چو دست بيك دو دوار او دوار هر دو علف چند حيوا چار حيوا چار حيوان شش حيوا اف دوار تعلمتان برا خدا خدمت ابي بشتينجي عائشه و اسماء ابي تاني بر حويا خارنا پیغمبري صلوات خسته بن يا ابو بكر ويا ابو بكر كر عبد الله كوري ابو بكري بتشيكا بس ابي هي تشيا تخطيطات شيا ابي وقتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم يقول قال ابو بكر ايش كفت ابن ابي اخبار تو ابو بينيدن يد مكي وقتي توصى شافيل ده پیغمبر وانا الشفق بري كنت طاريات يا بدي اسبيد يتهد ناف قريش يادا كو بينا حسن كاتشيا او شفان تشبكتن شي دوسو بيت بدي يد اسماء وقال يد عبد الله جببتن سيرفي هندي ربر خدا وی چند دهانی او شیری بو پیغمبر صلی الله علیه و سلم بجی پازه خالدی اوی یکو عبد الله بن اوریقت اوی اوی چا ولو مشرکی جی بس رو وکی امینه ریک نشا پیغمبر صلی الله علیه و سلم او صافی شوازه یعنی همی تخطیط کری اب عکسا ریکا اوی دی برف مدینه بچیتن او هر خطه کا پیغمبر صلی الله علیه و سلم دانای بر قریش یا بر زبو اذن اوی پیغمبر وکی تا اشارت بدای رب العالمین شيا هر براقي بين اذن بيغمبري ليش يا كتبة مدينة ناو جابو من دافع ابي زحمت بس بلا ام بز باش امصاني بو ميت نو كدا عبرات الجوار كرن بلا باش امصاني سر كفتنا مازن يا تندي دا وقت مرو في خدان صبر بيت وقت نخش شاب بينيتن وقت ازيد بيت تري كم رو فيدا هكر افريكي انسانك هما في غابه در هي اوروبا يا فكري بيتن دبيشين بو خلك كي هجرت كتشيتن چه بوزان استی بیت انسان استی بخنیدن چه بیچیدن معیشت خوخوش کتن یان شش بر ویتا سلاطه ها بر رویدن بر روید دا بس امناهی حیاتاوی یا امین بیدن جیاناوی یا امین بیدن ایدن وی گاوی هکه درگه وکیری بانا بانا دا بسانایی در بیدن اما بلاش خلک چوبا هنده پارا صرف نکر بانا نه البلا مسیار بان بحر ایجا خندقی بانا گنت مطرسی دا بو چه تشتی سیده مهدی بو هنده دا معیشتی وان چه در بیدن بو هندي دا اف انسان هني العرض كي ساكن بيت مرتاح بيتن بو هندي امريكا دا امين بيتن دول شيان خو امين بيتن يعني في هرسي خالته تي دا هين اگر هاجر مسكنه تا جه دون تي دا فتحوي نخوج بيتن واگر معيشته تي بسر وبر بيتن واگر جونا تات مطرسيه دا بيتن اتوي غافي بيجي او دولته انا او جهه هاجر بحشت بيتن ما بوتشاي بل هندي امريكا خلكي ما ام بيجين كردستان اري بو كردستان بو هندكا اري والله بحشت خير وبيره بو هندكا بحشته بس والله بو هندكا جهنمه بو هندكا والله هندكا في غافي ها في ها في شواهني دا خار نينه بخون دنا عيال خا يروندكات النخاري وهندك منو في غافي وصل يراتا فيجن يا حتى جيد بيسروبر ويتبيت يصرفت كان والله تو تودي دليتا باقيدا سيدا سر هندي يعني تودي بصحي قالك جارا ديت برخان يا ربودي افخان يا بوفرودني افخان يا بوفرودني افاتشي يعني خاني خوات فروشت ملكي خوات فروشت حميد فروشتن والصباهي بس بتشتن كهتنا اسطنبول اون ويدر فيج البحري جاميه كي سيارد بن نيزيكي بينجي مرو والوي جاميه سيارد بن قالك اوفيدت خندقن بس بجهنا يعني اول بجن ام جهنا بر الامان نجبر مجبر عيال ما دا مستقبل بوهابتن بله افروكا يعني وجج بر هند هيك تبي صحكي خالا جرين كي مش شخبين افايا وقتي حتى وقت ملكي حد مش شخبين اول وقتي قوتي ملكي كي هاي اصلا ابو سرمانا عادله يمكن داف هند انا خدان كرن بله افروكا خلكي كي قستا من ديار الاسلام وديار الكفر برتش بر ايمانتي مش بر هند مش شخبين ناس ساكن بس با يعني تشتاقدي هاي يعني كم بن صحكني پیغمبر عليه الصلاه والسلام قلتي لا هجره بعد الفتح افا افا يعني بحصت شي سيدانوكا سنجلك خلك هجرتك كتن اف هجرته
لا هجرتا بعد الفتح وقت دست بيكي قوتي او هجرتا ولاتي كفري بو بحميشي وازا دجياتيا وان كسي تدكر خو حتى مروفي توام خواه بر عقيدة وان بر بيرو باوري توام بر راست احتمالا كانت كسك في قوة بيجني في قوة بيجي سيداش بر عقيدة بس لا عامتن بلا بر عامتن خلتك في قوة نبوي شوازية چونك ولات ولاتي بسلمانا يا في قوة بيجن كردستان وقت دست بيكي يوم اكي هكري من ارض الكفر الى ارض الاسلام مانا بس في قوة نواصايا نكي من ارض الاسلام الى ارض الكفر مانا بس الويريش يا كرم بيجين بالعكس بقوفي عدالة إسلامي خلقك دعوة إسلامي بكاتن الويري بتر ريكو هايبو الويري مالي نقطو هشت الصادة بقوفي خلقك كردستاني بسلمانة بس ريبينو هيتادان هر بيرو بواركوي هبت يويانا ويدي بيتن بخلقك بيجتن ريكنو هيتادان بلكو ام بيجين حتى اكر بشيوازكي دي ام بيجين اگر ند نا دلي يدس حالاتي بيدن نبي تباخوي نبي تباخوي بس فيرا افتشتهاني بلا باش امزاني هجرت مروف بسلمان فيتن الوان كسابكتن او كسيتكو افروكا ظلمي وتعدايتك ديوان وانار انتخاري هفالين يوان نكتن چونك حشروي ديل جلوانا هيتاكرن حشروي ديل وجلوانا هيتاكرن هفالين يوان باش بيغمبري صلاة خلي سربن وقتي ابو بكر الجلوي اشكافتي لامانا كمالا سوى توكل يعني هكي مروف ساحكي توكل على الله طبعا اجار مروف بسلمان وحتى غيري بسلمان جيهان بيجي بخوا قوته وي خدي بيدن بشتفانيا وي خدي بيدن مجرد يه راستا مروف اكي باقشة حتى ناي بسلمان جيهان يه باقشة يه عادلة خدي دي بشتفانيا وي كتب هاد بشتن ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون يعني مروف الصالح او دي بن ويرس العادل دي بروف طبعا سيد الفيرا پیغمبر صلى الله عليه وسلم بن يشكفت بس وقت ابو بكر تشي ماما احتمال شكفت دست تخا باقش كير كات حيوانات دي بشكي تشتاق دي بشكي بي ويدا اخر خب صرف قاولين ادا بوچ بس پیغمبر بيتا پاراستن بس الفيرا وقتي بر خدت معية الله قال مروفي تخدي قال مروفي بيتن مروف بس فيت مروفي بسلمان اف اف بيرو باور حبن يعني خدي بشتاواني ويا خدي قال وي خدي ويناه لي دبتني وكي ابو بكر قلت يا رسول الله في قوي شلون برخه تبلت تقدم ما انا ما بالك يا اثنين الله الله ثالث ثالث ثم تشل بيجي ابو بكر بودو كسا خدي سي بيت خدي قال وانا اذا اشتاواني وان باراستنا وانا برند الفيرا ابو بكر خدي جي راضي بيتن وهس حتى بيشي وازي بيشتن خم نکه و یا ابو بکر لا تحزن ان الله معنا سیداش بر وقتی هکل دو ماهی که وان دو سه دقیقه معانی الهجر یعنی هجرت چه معانی هنه یعنی تو و ما بحثا هندک رامانی توی بله سیدا طبعا رامانی هجرت اوی امروی بسلمان خلال دو سه دقیقه دا بله امروی بسلمان ادویت هر پیسات یکال عردکی بیتا باش امزان وکی رب العالم جدن والرجس فهجر بلى بيساتي الكيري بيت يا ابو سلمان خوجي دير بخ يا خدان ايمان يا خدان عقل عقل هم ام بيجين عاقل دار ابركت نوف جواكي مدا نوف كردستان مدا بيساتي الكيري بيت خوجي تا باش انسان كي بيس بيت انسان كي ابركا احتمال قالك جاره من البين يعني دي عندك كورتين عند الله القران اذا بيشتاك وديت اخفتنا كي بيجين ياخذونا في حديث خشوان دير بخ بالفعل واصل نكيف قوي ام بيجين حوالي مروفي كل مروفي كانت عربي دوت بيجين الصاحب صاحب منا لا يصاحب بلا مروفي كيش تدفعه اذا برهندي في رب العالمين شي امر ماكر بيساتيه خوش بدنا باش هجرته اي بكن هجرته اسلامي ايش قلناه هجرته اسلامي ايش يعني مروفي بسلمان ايش فاحشه باخلاقي مروفي بيج مروفي مروفي افريكا ظلمت كات افريكا تعدايت كات افريكا ما في خلقي تخوت افريكا يعني هندب سري خلقي تيني تنتو حرابي دادستي بي ولا ترجعوا الى الذين ظلموا طبعا تو بشتاواني بي هاري كاري بي بحتشتكي حبيتا افريكا احتمال مروفي كي هي بس دي تشيتن دنگي خدته مروفكي ظانيت اوي هي خراب دي دنگي خدته وقتي دنگي خدته داي پشت راست به تا چلي كر تا پشتواني لي كر تا قوي كر تا پيس خاص اذا مي گاوي اف پشتواني او تا تلاته تا بس دنگي خدته تا صح البرنامه وي كر تا
تو شريك جنهاوي هر جنهاك او بكت نبي جي سيد امام من ازاني دي وكت نخيت الزاني چونك پیغمبر رب العالمين بيش تتم بنوي نباش خجب دباش هجرت لي بك نه حوالي نيوي بك لا گلوري نخاره نس پشتواني نيوي بك نبي انسانك يعني هكا مرو بش نصيحتي لي بكت بين تصرك روز گلك باشا چونك يعني مرو خش ازيت الانسان جنب خش عن سيد او تشتكي يا مالي مرو زواني تن عندك بدنا مجتمع كده انا حميد تاخذ هاي بس مروفتي بس مروف شيتن اموشكاريه بكيت او مروفي مروفي باش بيتن مروف زاني تفادي باش بيتن نوا كي پیغمبر صلى الله عليه وسلم من كان هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله من كان هجرته الى الدنيا يصيبها او امراه ينكحها فهجرته الى مهاجر اليه بلي. طبعا ابي هاي اگر مروف زانيتن اف انسان هني نصلك يا وند الصلاه وند الصلاه ونبي الصلاه ونسي الصلاه أذي في خلك تخابين، ما تدشيني شيء نصيحة عليك، حبي رانجا خلك جربان دين، أبلك تبش توان ياوي بكاي، تو كناه كاري تو دفت هجرتي لي كسي بكاي، نا نا أبلك تبي جوا الله سيدا، ما تشا من هزر كده باش بيدن، يعني أبي هني تاريخ أخوا، جيان أخوا، حياة أخوا، حميار سرحيلي بريه سالي، دي شو أبلك تو أماش آخفتنا كاد بوتا جود تبغار كر. مروفي مروفي دريب كادي بردام دريب كاد چونك حتى وكي پیغمبر صلى الله عليه وسلم قلت بسيالي هاتي كين يا رسول الله قلت مروفي بسلمان طماعة قلت بلع قلت مروفي بسلمان جبانة قلت بلع دي ترسجي بس قلت مروفي بسلمان دريب كاد قلت نخير دريب ناكد إذن أفا چند صالة دراول في ملاتي تتكرن من روفه هجرات اجدرا واجب كده دراوي هر كاركي هبيت قلناها كهبيت نوف جيفا كده فيت مروف فجب داتا باش اباش معاني القران خد تعالى اشتراضي بالسيده وراستي بابتك جلك جرين بي وجلك بابت مايل بردستي ما بس جبر جرينجي او وقتي انت برنامج خب دو ماهي كينن هكا خد حسكتن امهينو حتى خلك قاديا حفظرين من جاف ديريا خد خد الجلبت ان شاء الله